بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنراجع على الوحده الثانيه اللي هي الكهربائيه. تمام، الحصه اللي فاتت امبارح كنا بنراجع على وحده الكيمياء اللي هي الوحده الاولى. تمام، وخلصنا كل التفاعلات الكيميائيه اللي موجوده في الوحده الاولى. النهارده باذن الله هنراجع على الكهربائيه. راجع معايا بقى كده وشوف اللي احنا هنقوله، وفي الاخر اللي عنده اسئله او عنده اي استفسار او مساله ان شاء الله نحلها مع بعض. تمام، طيب النهارده بنتكلم على حاجه اسمها ايه. اول درس كان اسمه ايه؟ كان اسمه الخصائص الفيزيائيه للتيار الايه؟ الكهربي. تمام، ده اول درس، الخصائص الفيزيائيه للتيار الكهربي. عارفين لما يبقى انت معاك موصل جيد للكهرباء، عارفين يعني ايه كلمه موصل جيد للكهرباء؟ يعني ماده جيده للتوصيل للكهرباء. تمام، يعني اذا الكهرباء زي ما خدنا من زمان، من سنه رابعه ابتدائي وسته ابتدائي واولى اعدادي، كنا بناخد ان المواد، في مواد جيده للتوصيل للتيار الكهربي ومواد رديئه للتوصيل للتيار الكهربي. ها تمام كده. طيب الماده الجيده في توصيل التيار الكهربي لما يجي يمشي فيها تيار كهربي، انا قلت يمشي فيها يعني يتحرك فيها تيار ايه؟ كهربي. خلي بالك التيار الكهربي ده عباره عن شحنات، الشحنات دي عباره عن الكترونات، والالكترونات شحنتها ايه؟ ها اتفاعل معايا، الالكترونات شحنتها ايه؟ سالبه، مش كده ولا ايه؟ تمام، يبقى اقدر اقول كده ان التيار الكهربي هو تدفق او سريان، تدفق او سريان الشحنات الكهربيه. يبقى تقدر تقول كده تدفق، او تقدر تقول سريان الشحنات الكهربيه خلال الموصلات المعدنيه، خلال الموصلات المعدنيه. تمام، طيب احنا هندرس خصائص التيار الكهربي، هندرس كده رقم واحد حاجه اسمها شده التيار الكهربي، شده التيار الكهربي. ركز كده معايا، يعني ايه كلمه شده التيار الكهربي؟ طيب لو انت مش عايز تحفظ تعريفات كتير، تمام، ركز معايا كده في القانون اللي انا هكتبه لك ده الاول، ونستخرج منه شويه تعريفات. تمام، طيب القانون بيقول ايه؟ بيقول ان شده التيار الكهربي، شده التيار بتساوي شد شرط الكسر، تمام، بتساوي كميه الكهرباء، اهو كميه الكهرباء على الزمن. واي زمن في العلوم هنستخدمه لازم تكون وحده قياسه الايه؟ الثانيه. برافو عليكم. تمام، طيب لو انا عايز اعرف شده التيار الكهربي، انت ممكن تعرف شده التيار الكهربي من القانون، تقول شده التيار هي كميه الكهرباء الماره في موصل، كميه الكهرباء الماره في موصل في زمن قدره 1 ثانيه. يبقى نقول تاني، ها شده التيار هي كميه الكهرباء، وكميه الكهرباء ديت يعني الشحنه الكهربائيه ممكن يشيل كميه الكهرباء، وتقدر تقول مكانها الشحنه الكهربائيه، الشحنه الايه؟ الكهربائيه الماره بموصل في زمن قدره 1 ثانيه. يبقى احنا كده عرفنا شده التيار الكهربي. طب عارفين وحده قياس شده التيار؟ طبعا انت بتحسب ديفاسيا. تمام، اي حاجه بتكتبها، اي كميه فيزيائيه لها وحده قياس، ما عدا بعض الكميات الفيزيائيه اللي كنا درسناها السنه اللي فاتت زي السالبيه الكهربائيه كده، ما لهاش وحده ايه؟ قياس. تمام، طب وحده قياس شده التيار الكهربي، وحده قياس شده التيار الكهربي تسمى الامبير، تسمى الايه؟ الامبير. يبقى لما يقول لي اقيس شده التيار الكهربي بوحده تسمى، اقول له بوحده تسمى امبير. تمام كده، طيب كميه الكهرباء تقاس بوحده تسمى، حد يعرف؟ ها ها على صوتك، يبقى كولوم. تمام، طيب الزمن دايما بالثانيه. طب برضه مش عايزين نحفظ تعريف، عايزين نفهم التعريف ونستخرجه من القانون. لو قال لي بقى عرف الامبير يا موم، ها اقول له الامبير هو ايه؟ الامبير هو شده التيار الماره بموصل كميه الكهرباء به 1 كولوم في زمن قدره 1. يلا نعرفه تاني، يبقى الامبير هو شده التيار الماره بموصل كميه الكهرباء به 1 كولوم في زمن قدره 1 ثانيه. يبقى كده عرفنا الامبير. طب لو حد قال لي مثلا عرف الكولوم، ما هو الكولوم ده وحده قياس ايه؟ كمية الكهرباء.
طب يلا كده نعرف الكولوم. يبقى الكولوم من القانون برضو اقدر استنتج ها الكولوم هو كميه الكهرباء المنقوله. دايما كميه الكهرباء دي انت بتنقلها من مكان لايه؟ لمكان عبر السلك الكهربي، تمام؟ طيب يبقى كميه الكهرباء المنقوله بتيار شدته ها في زمن قدره 1 ثانيه. ها في اي مشكله؟ يبقى احنا هنا التعريفات استخرجناها منين؟ ها من القانون علشان ما نحفظهاش، تمام؟ طيب بص بقى في اختصارات هنا لازم تبقى انت عارفها، تمام؟ شده التيار نختصرها برمز ايه؟ ها ت تساوي ها كميه الكهرباء بايه؟ كام، تمام؟ طيب الزمن بزين. طب احنا ممكن نحطها في مثلث او ممكن نحطها في مثلث. طيب ليه بقى بتحطها في مثلث؟ علشان في الامتحان مش شرط يقول لي احسب شده التيار، ده ممكن مره يقول لي احسب كميه الايه الكهرباء، مره يقول لي احسب الايه الزمن، تمام كده؟ فنحط ايه بقى؟ كاف تبقى فوق صح. طيب وت اهو. طب وزين جنبها. طب لو الاثنين جنب بعض خلي بالك ها يبقى ضرب، لو فوق بعض يبقى ايه؟ اسمع، الحاجه اللي يقول لك احسبها يا يوسف خبيها، تساوي الاثنين التانيين، يعني لو هو عايز كميه الكهرباء يبقى كميه الكهرباء تساوي ت في زين اللي هي شده التيار في الزمن، ودايما الزمن لازم يكون بالايه؟ بالثانيه. طب لو عايز الزمن يبقى الزمن يساوي كاف على زين، كاف اللي هي ايه؟ كميه الايه؟ الكهرباء، وت اللي هي كاف على ت اللي هي ت بايه؟ بشده التيار. طب لو انا عايز احسب شده التيار يبقى كاف على زين يعني كميه الكهرباء على الزمن. ها في اي مشكله؟ طب المسائل بتيجي ازاي بقى هنا؟ خلي بالك كده معايا، لو قال لك مثلا احسب شده التيار الكهربي المار بموصل كميه الكهرباء به 5400 كولوم خلال 5 دقائق. بص بقى علشان تحل مسألة زي دي اعمل معطيات، تمام؟ علشان تبص للمسألة مرة واحدة. طيب اقرا بقى معايا كده، احسب شدة الايه؟ التيار. يبقى هو عايز ت، تمام؟ يبقى ادي كده ت، تمام؟ ها كمل. المار بموصل كمية الكهرباء به قد ايه؟ 5400، يبقى دي كاف كده، كاف تساوي 5400 كولوم، تمام؟ طيب خلال كم دقيقة ولا كم ثانية؟ الزمن قد ايه؟ يبقى الزمن زين تساوي 5 دقائق. طب لاحظ بقى كده معايا القانون كان بيقول ايه؟ الزمن بالايه؟ بالثانية. طب هو مديني الزمن بالايه؟ بالدقيقة، ينفع؟ ما ينفعش. يبقى أول خطوة لازم أعملها لازم احول الزمن من الدقائق للايه؟ فاقول كده ان الزمن، خلي بالك بقى، بالثانيه، المفروض ان الزمن بالثانيه يساوي الزمن ها بالدقيقه في كام؟ ها في 60 علشان احوله لثواني. طب الزمن بالدقائق 5 في 60 يبقى ال 65 بكام؟ ب 300. برافو عليك، 300 ايه بقى؟ ثانيه. كده انا ظبطت بقى الزمن. اشتغل بقى، هو طالب مني ايه اصلا؟ ت. يلا نعمل المثلث ونخبي ت، يبقى ت بتساوي كاف على زين، يبقى اقول كده ان ت بتساوي كاف على زين. كاف بكام؟ اللي هي كميه الكهرباء ها 5400، يبقى 5400 على الزمن بكام؟ اوعى تقول 5 بقى، احنا حولناها لكام؟ ل 300. يبقى 300 الصفرين مع الصفرين 54 على 3 يبقى فيها 18. 18 ايه؟ شوف انت بتحسب ايه الاول؟ انت بتحسب شده التيار، يبقى شده التيار وحده قياسها امبير، يبقى اقول 18 امبير. ها تمام كده؟ يبقى ده الايه اللي المفروض نعرفه عن شده التيار الكهربي. طب خلي بالك كده، عارفين شدة التيار الكهربي دي؟ ها شدة التيار الكهربي المفروض ان احنا بنقيسها. طب بنقيسها بجهاز، الجهاز ده يسمى جهاز ايه بقى؟ ده يسمى جهاز الاميتر، يسمى جهاز الاميتر. طب تيجوا كده نشوف جهاز الاميتر ده بيكون شكله ايه؟ تعالى كده نشوف الجهاز ده بيكون شكله ايه. بص بقى يا سيدي،
احنا خدنا الاجهزه الكهربائيه ديت اهو، الاميتر بيرمز له بالرمز في الدائره الكهربائيه ايه، يرمز له بالرمز ايه، تمام. ده جهاز الاميتر. طب لما احب اوصله في الدائره الكهربائيه يوصل في الدائره الكهربائيه على التوالي، على الايه التوالي. يعني ايه توالي ويعني ايه توازي؟ تعالى كده نرسم دائره كهربائيه الاول كده مع بعض. ها خلاص كده احنا مش عايزين المساله دي. لما تيجي ترسم دائره كهربائيه كنا بنقول الدائره الكهربائيه تتكون من مصدر تيار كهربي، ادي مصدر التيار الكهربي، يبقى في قطب موجب وقطب ايه سالب، بعد كده في مفتاح توصيل، تمام. طيب بعد كده بيكون في اسلاك كهربيه، وممكن يكون عندي ها مصباح كهربي، علشان ده اللي ما اقدر استكشف منه اذا كان في تيار كهربي يمر في الدائره ولا لا، تمام. دايما التيار الكهربي بيتجه من القطب الموجب وانت رايح ناحيه القطب الايه السالب، يعني بيمشي في الاتجاه ده كده، تمام. طيب معنى كلمه توالي، يعني لازم خلي بالك كده اعرفها دلوقتي، لازم التيار الكهربي كله يعدي في الجهاز، تمام. طيب يعني ممكن احط الاميتر في النقطه دي؟ اه ممكن. طب ممكن في النقطه دي؟ اه. طب في النقطه دي؟ اه، تمام. هتقول لي طب يا مستر هو في حاجه غير التوالي؟ اقول لك اه، هناخدها كمان شويه اللي هي التوازي. توازي ان انت تاخد مسار متفرع بالمنظر ده كده، تمام، وتروح موصل بقى هنا كده، ده يبقى اسمه توازي. طب احنا مش عايزين دي هنا كده، خلاص يبقى نلغي دي، تمام. طيب توالي يبقى نحط الجهاز كده، قلنا الجهاز اسمه جهاز ايه بقى؟ ها الاميتر، تمام. طب يوصل على الايه؟ ها على التوالي. طب يرمز له بالرمز ايه؟ ايه. والايه ديت في قطب موجب وفي قطب ايه سالب، زي ما قلنا هنا اهو، عندك سلكين، واحد موجب والتاني سالب. طيب بص بقى كده معايا، لما نحب نحطه هنا كده اهو، هتقول يا مستر طب ده قطب سالب للبطاريه، تمام، او للعمود الكهربي، خلي معاه السالب. طيب كده يبقى ايه الموجب، يبقى الموجب معي، يبقى يوصل الطرف الموجب بالموجب للبطاريه والطرف السالب بالسالب للبطاريه او العمود الكهربي، ها تمام. يبقى ده اسمها شده التيار الكهربي. في اي مشكله شده التيار؟ طب تعالى ندخل على حاجه بعد كده. احنا اتفقنا ان الخصائص الفيزيائيه للتيار الكهربي رقم واحد شده التيار الكهربي.